إطلاق للألعاب النارية والمفرقعات ومسيرات بالدراجات والمركبات تجوب الشوارع الرئيسة للمدينة. هكذا كان المشهد في المكلا عشية الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتحرير مدن ساحل حضرموت من سيطرة مسلح القاعدة. السلطات بالمحافظة وتحت شعار حضرموت الحزم والعمل نظمت حفلا خطابيا وفنيا وتكريمي إحياء للذكرى بمشاركة كافة قيادات السلطة المحلية وممثلين عن الحكومة ورئاسة الجمهورية. هذا اليوم الذي شكل وسيشكل نقلة نوعية في هذه المحافظة الأبية من بين كل المحافظات المحررة لتخطي الخطوات الأولى نحو التنمية والبناء والاستقرار والازدهار. الأولى لانتصار قوات النخبة على قوى البغي والإرهاب الذين تم اقتلاعهم واجتثاثهم من ساحل حضرموت وباقي لهم شبر بيخلصوا. ولم تقتصر احتفالات النصر بحضرموت على الطابع الرسمي، فمظاهر الفرحة والاحتفاء بالذكرى شملت مختلف مدن ومديريات المحافظة، حيث شهدت مدينة سيئون كبرى مدن الوادي والصحراء احتفالات كرنفالية وشعبية راقصة. عام مر على تحرير المكلا شهدت خلاله المحافظة الكثير من المتغيرات على المشهد، لعل من أبرزها تولي أبنائها لملفها الأمني واستقرار الخدمات الأساسية فيها مقارنة بغيرها من محافظات البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.